وانا ليا موقف من هاله السعيد ان ابوها حلم السعيد، وحتى لما قلت الكلام ده فاتهمني صلاح منتصر ان انا اعلف الماء بعد الجهد بالماء. ابوها حلم السعيد اللي هو كان وزير السد العالي، هو اللي دخل نور قريتنا في ستينيات القرن الماضي، فيعني اواخر ستينيات واول سبعينيات القرن الماضي لما دخل الكهرباء لاول مره في قريتنا، كان حلم السعيد هو اللي وراء مثل هذا القرار.